كده يا صابر، انا خفت عليك قوي، قلبي كان هيقف من الخوف. بجد؟ بجد ايه؟ ده فرحان يعني؟ لا بعد الشر عليك، انا خفت بس على قلقك عليا. طب قولي انت مالك ومال المقبره دي؟ لسه في العمر بقى ايه، هما طلبوا مني مساعدتي وانا بصراحه ما رضيتش اتاخر. ما تخافيش عليا، انا ما بقتش بعمل حاجه غير اني اخاف عليك. ما كانش من كلام الناس اللي بيقولوا عنك يبقى من زين اللي ما وراهوش حاجه غير انه يراقبنا. زين ده على فكره البابيض، وان شاء الله ربنا يهديه. زين؟ والله انت اللي قلبك ابيض. ده زين سمعته وحشه، انا خايفه ياذيك. انا في حمايه ربنا يا رحاب. لا قول لي يا صابر، انت طلعت ازاي من جوه المقبره؟ ايه يا رحاب؟ انت هتتكلمي زي بقيه الناس اللي عماله تتكلم وتقول خرج ازاي؟ انا خرجت بمدد ربنا سبحانه وتعالى، قعدت اقرا قران واستغفر ربنا لحد ما المقبره فتحت. انا كنت هموت من الخوف عليك، كنت اخسرك. مش كفايه انت بعيد عني؟ ان شاء الله بعدنا عن بعض مش هتطول يا رحاب، ودماغ ابويا وابوك الناشفه دي ان شاء الله مصيرها تليم. عارفة يا رحاب، الشوية الصغيرين اللي أنا بشوفك فيهم دول بقعد أفكر فيهم طول اليوم لحد ما بشبع. بس ما ينفعش تشبع، عشان أنت لو شبعت هتبقى مش عايز تشوفني تاني. ما هو المشكلة أنا ما بشبعش. ربنا يحميكي.